نتكلم عن الشطرنج. الشطرنج من أقوى اللي موجودة في العالم. الشطرنج بيتلعب ما بين 2 لعيبة. أول حاجة هنشوفها هي أرضية الشطرنج أو رقعة الشطرنج، دي بتتكون من 64 مربع، شكل 8 في 8، يعني 32 مربع أبيض و32 مربع أسود. الشطرنج بيلعب عدد كبير أوي من الناس في العالم، ما بين محترفين وما بين هواة، يعني تقريبا عدد الأشخاص اللي بيلعبوا الشطرنج في العالم وصل لحد 605 مليون لاعب بيلعبوا الشطرنج بانتظام. الشطرنج كل لعيب بيبتدي المباراة ب16 قطعة، ملك واحد وملكة واحدة وقلعتين أو طابيتين وحصانين وفيلين وتمن عساكر. بتختلف كل حركة من حركات القطع الستة. طبعا الوزير بيعتبر أقوى القطع أو الملكة بيعتبر أقوى القطع، والبيدق اللي هو العسكري بيعتبر أضعف قطع. الهدف من اللعبة دي إن أنت توصل لإماتة الملك أو الخصم، أو إن أنت تخليه تحت الأسد بحيث إن هو ما يقدرش يهرب منك. أصل الابتكار للهند في القرن 7 الميلادي، وكان اسمها في الهند جاي من اللعبة المشهورة الشطرنجة، اللي هي على الأرجح كان هي بداية الألعاب الاستراتيجية والشرقية. انتقلت الصين، الشطرنج الصيني والشوغي والشطرنج الكوري، وبعدها انتقلت برضو لبلاد فارس هي إيران، ومن إيران أو بلاد فارس انتقلت للبلاد العربية، ومن البلاد العربية انتقلت لحد ما وصلت لأسبانيا، ومنها دخلت الأوروبية، وبعدين اتحطت للشطرنج قوانين وطلع منه الشطرنج الحديث. ده كان بدايته في القرن 15 الميلادي، وفي القرن 19 اتثبتت القوانين ديت وبدأت تتلعب بالقوانين الثابتة المعروفة دلوقتي. أول بطل للشطرنج هو ويليام شتاينيتز، وده حصل على اللقب سنة 1886. بطل العالم النرويجي اللي مسيطر على اللعبة من 2013 ماجنوس كارلسون. سنة 48 أول بطولة للشطرنج عن طريق الاتحاد الدولي للشطرنج. الاتحاد الدولي للشطرنج ده هو الهيئة الدولية الحاكمة للعبة. الاتحاد الدولي للشطرنج بينظم بطولة العالم للشطرنج النسوية والشطرنج الصغار، وبطولة العالم للشطرنج الكبار، وبطولة العالم للشطرنج السريع والخاطئ، ودلوقتي في الأولمبياد كمان، أولمبياد الشطرنج الحاسب الآلي أو كمبيوتر. الشطرنج بقى اتعمل له برامج كتير ونزل بيه المنافسة، وطبعا ده زود عدد المنافسة واللعيبة المحترفين والهواة في ممارسة اللعبة. الاتحاد الدولي للشطرنج بيعطي لقب ألقاب كتيرة للعيبة الشطرنج، من أكبرها لقب كاس كبير. كمان اللي تملك الاتحاد الوطنية أنظمة تقييم خاصة بها لكن غير معترف بها من قبل الاتحاد الدولي. استخدم مصطلح الأستاذ ده للإشارة على إن اللاعب محترف، لاعب من المحترفين القدامى. ده طبعا الكلام ده قبل اعتماد نظام التقييم من قبل الاتحاد. تعتبر اللجنة الأولمبية للعبة الشطرنج رياضة دولية. كمان في هيئات رياضية وطنية زي الاتحاد الأسباني. من النص الثاني من القرن العشرين بدأت تاخد الشطرنج شكل تاني، إن هو بدأ يطلع حواسب كمبيوتر خاص بلعبة الشطرنج. كان من أشهر الكمبيوترات اللي خاصة بلعبة الشطرنج طبعا الكمبيوتر اللي هو الديب بلو اللي اخترعته شركة IBM، وده كان أول حاسب آلي بيغلب بطل العالم للشطرنج وهزم جاري كاسباروف سنة 97. وظهرت برامج كتيرة أوي للشطرنج، وده تاريخ صغير جدا للشطرنج. باختصار جدا شكرا ليكم. الفيديو جاي إن شاء الله على قوانين لعبة الشطرنج. لعبة الشطرنج لعبة جميلة، اتعلمها وعلمها لأولادك، نمي الذكاء، زود التركيز، لعبة ممتعة. شكرا ليكم.